كل حاجه هتحتاجها في المركز ده هتلاقيها في مجدي طلبة. انت عايز ايه من لاعب وسط مهاجم غير القدره على الاختراق والقدره على صناعه الفرص لزمايله؟ ويا سلام كمان لو كان هداف، ومجدي كان هداف كبير جدا. تعالوا نستمتع مع حضراتكم دلوقتي بمجموعه من لقطات مجدي في الملعب. زي ما قلت لكم الحقيقه لعيب كان مهاري وكان سريع وكان قوي وكان كمان عنده قدره على التصويب. ده هدف من النوادر بالنسبه لمجدي طلبة، لانه اغلب اهداف مجدي كانت دايما برجله الشمال، وهي كانت رجل شمال عارفه طريقها للمرمى. دي واحده من الكور الثابته اللي من منطقه تقريبا شبه ميته محطوطه على طول في الزاويه البعيده، جول طبعا للنادي الاهلي. لعب مع الاهلي زي ما قلت لكم يمكن ثلاث مواسم، لكن ثلاث مواسم كانوا في فتره يعني مزدهره جدا. حقق في الثلاث مواسم دول عدد من البطولات، يعني بتهيألي ثلاثة دوري حققهم، البطولة العربية والسوبر العربي. بص الجول ده، بص الجول ده، بص الترقيصة في, في, في القرار هنا. ده يأكد لك إنه مجدي لعيب عنده حلول. أنا دايما بحب اللعيب اللي يقدر يوجد حلول للفرقة، ومجدي كان واحد من اللعيبة دي. خد القرار، رقص في مساحة ضيقة جدا، والتصويب على طول واحد من الأهداف الملعوبة الحقيقة لمجدي طلبة. ما انساش طبعا مشاركته في، ما بقدرش أنسى دايما لأي لاعب مشاركته في كأس عالم 90. كان كأس عالم 90 يمكن مختلف شوية عن كأس العالم اللي لعبناه في روسيا من سنتين، لأنه سنة 90 كانت أول مرة يوصل فيها المنتخب المصري لكأس العالم بعد إيه؟ بعد حاجة و50 سنة، حاجة و50 سنة تقريبا. فما كناش شفنا منتخب مصر في كاس العالم. لا، ومجموعتك كان فيها مين؟ كان فيها انجلترا وهولندا. وهولندا مين؟ هولندا بطلة العالم. وانجلترا مين؟ انجلترا اللي اخترعت لعبة كرة القدم. فالذكريات بتاعتها التعادل بتاع هولندا في اول مباراة، العرض كمان اللي قدمناه قدام هولندا، فرانك ريكارد وفان باستن ورود خوليت وبروكلين، يعني تكلم على بطل اوروبا، كان عرض محترم جدا ورائع جدا. لكن ما اقدرش كمان انسى انه الحقيقه، ويمكن اللقطات دي هتشوفوها المجدي في هو لعب في قبرص ولعب في اليونان ولعب اعتقد في صوفيا البلغاري. مرحله التوهج الكبيره جدا كانت في اليونان مع باوك اليوناني، وباوك طبعا انتوا عارفين باوك من اشهر او اكبر الانديه هناك، وقدر يحقق معاه عدد كبير جدا من البطولات. وبقى خليني اقول لحضراتكم، بقى نجم من نجوم الكره في اليونان. يعني مش بس اكتفى بانه كان لاعب مهم في فرقته، لكن الحقيقه يعني لما يوصل لاعب محترف انه كل الجماهير تبقى بتقوله او بتشبه في الوقت ده، طبعا كان مارادونا هو النجم الاهم في العالم كله، فتدي له لقب مارادونا في اليونان، ده يقول لك قد ايه مجدي طلبة كان لاعب مهم جدا وموهوب جدا في تجربته في اليونان. طبعا دي لقطاته مع النادي الاهلي زي ما حضراتكم قلتوا. الجيل ده الحقيقه كان فيه حريفه كتيره جدا في النادي الاهلي. يعني بفتكر طبعا مع مجدي طلبة كان كابتن وليد صلاح الدين، ده الهدف اللي لعبناه لحضراتكم من شويه، واحد من اروع الاهداف اللي حطها مجدي سواء في مشاركته مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر او مع مشواره الاحترافي في اليونان وبلغاريا. كان الحقيقه واحد من اهم اللاعبين دايما واللي تقدر تبني عليه خطه في فرقتك. طيب زي ما عملنا مع كل حريفه في السادسه، خليني اسال حضراتكم من وجهه نظركم احلى واجمل هدف احرزه مجدي طلبة في مشواره، مش بالضروره بس من اهدافه اللي احنا عرضناها لحضراتكم. لو حد كمان شايف اهداف تانية يا ريت تبعتها لنا، ونعلن النتيجه على حضراتكم الاسبوع الجاي من الحريف في السادسه. ده كان حريفنا النهارده، مجدي طلبة واحد من اساطير خط النص في النادي الاهلي في التسعينيات. مجدي طلبة كان حريف الاهلي النهارده في السادسه.